بلادي يا بعد عمري بلادي يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام انحط على صدري من جامعة عين شمس في القاهرة جمهورية مصر العربية. أتيت الدولة في عام 97. جميل. عملت بمجموعة من المكاتب كباحث قانوني. ثم انتقلت من العمل في المكاتب إلى العمل بإحدى البنوك العاملة في الدولة كمستشار قانوني. جميل. وعملت لمدة 5 سنوات. إلى أن جه القرار بفتح مكتب محاماة في إمارة دبي. والقرار ده الحقيقة مش بتاعي، القرار ده بتاع زميلي واخ عزيز فاضل المحامي علي حسونة، المقيد بجدول المحامين المشتركين في إمارة دبي. والقرار ده انا ما ترددتش معاه، اول ما قال لي ما ترددتش وصلت الى الملعب. والله احنا بدأنا المكتب طبعا ببعض الموكلين مش كتير، لكن من خلال شغلنا والحمد لله اللي احنا بنحترفه وبيميزنا فيه من خلال الدعاوى الجزائية تحديدا، لان اخي وزميلي الفاضل الاستاذ علي حسونة المحامي مميز جدا في المرافعة الجنائية. فمن خلال المرافعات الجنائية الحقيقة احنا اشتهرنا وبقينا مكتب بصدى واسع جدا في المجال القانوني ومجال المحاكم، والناس كلها يعني اشادت بالجهد المبذول ان احنا خدنا براءة في موضوع زي ده. كتابنا بيقدم خدمات قانونية هي صياغة كتابة وصياغة العقود، الدعاوى المدنية والتجارية، الدعاوى الشرعية والدعاوى الجزائية اللي احنا بننفرد باننا يعني مميزين في الدعاوى الجزائيه من خلال المرافعات اللي انا ذكرتها لحضرتك. جميل. طبعا سعاده المستشار خبرنا اكثر عن القوانين الموجوده في الامارات العربيه المتحده، وما هي نصيحتك للمقيمين ايضا والقائمين قادمين جدد الى الامارات العربيه المتحده بالتزامهم بهذه القوانين؟ والله القوانين المعمول بها داخل الدوله انا شايف ان هي قوانين عادله للقادمين، طبعا عليهم ضرورة احترام القانون لان القانون هنا بينفذ غير الدول. انا مش عايز اذكر اسماء دول. صحيح. بيبقى القوانين موجودة لكن لا تنفذ ولا تفعل، بدليل ان دولة الامارات العربية فيها اكتر من 200 جنسية، والحمد لله ما بنشعرش في يوم من الايام ان في اختراق للقانون، او لأن القانون بينفذ على الكبير والصغير. والله اللي بيميزنا الحقيقة بذل الجهد والعناية بالموكل. لو الموكل حس إن مكتب المحاماة أو المستشار القانوني اللي بيتعامل معاه غير جدي وغير ملتزم بما تم الاتفاق عليه من بداية الدعوة، صحيح، أنا بعتقد إن هو مش هيستمر مع المكتب، أو مش هيقول لأي أحد آخر بينصحه بإن هو يجي المكتب الاتحاد. ولكن على خلاف ذلك الموكلين بتوعنا بيشوفوا إنه مكتب المحامي بيقدم لهم الخدمات القانونية المفروض تقدم. صحيح. العناية بالقضية، الاجتهاد، طبعا النتيجة دي بتاعت ربنا، بس مفيش حد بيعتني بحاجة وبيجتهد بحاجة
الا ان ربنا بيكرمه يعني. ما لازم ربنا يكرمه طالما بتجتهد في حاجه وبتسعى ان انت تقدم كل ما في وسعك. المهنة بتاعتنا دي مش مهنة كسب قد ما هي مهنة يعني. عايز اقول ان انت لما بتكسب قضية انت نفسيا بيبقى فيه راحة نفسية ليك غير الكسب المادي. الكسب المادي ده على جنب صحيح. لكن المهنة بتاعتنا فيها سموه شوية صحيح. ان بيجي لك موكل فعلا هو يعني واقع في ضيقة واقع في مأزق لازم تقف معاه لازم. فانا الكسب المادي في المهنة بتاعتنا دي انا ما يعني انا ما ببصش للكسب المادي قد ما ببص ان انا اساعد الموكل على انه يجتاز العقبة اللي هو موجود فيها. فمن هنا الموكل بيحس كمان بالمحامي والمستشار اللي قاعد معاه ان هو مش بغرض مادي بيساعده لا ده بغرض معنوي كمان. نصيحتي للشباب الجدد ان هم ما ياخدوش المهنة على انها كسب مادي لان لو خدها على انها كسب مادي انا بعتقد ان هو مش هينجح ومش هيوصل اللي هو عايزه. انت حب مهنتك قوي وحب الاداء اللي انت بتعمله واعتني بالموكل وقدم له كل الخدمات من قلبك بعد كده هتنجح وبعد كده هيجي المقابل. انا بقالي 20 سنة هنا الجرائم اللي هي الكبيرة واللي بتحصل في بعض الدول دي مش موجودة عندنا في المجتمع الاماراتي. شيوخنا الله يحفظهم الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لم يعني بذل كل مجهود ممكن يبذل علشان إمارة دبي تبقى في أمن وأمان ودولة الإمارات جميعها تبقى في أمن وأمان ومن خلال سن القوانين من خلال تنفيذ القوانين اللي أنا بقول عليها. تنفيذ القوانين دي مهمة جدا. في بعض الدول نفس القوانين اللي موجودة في دولة الإمارات موجودة في كل الدول لكن التنفيذ ده مهم جدا. الشيخ محمد قائم على تنفيذ القانون على الكبير والصغير. اللي أنا عايز أقوله إن نعمة الأمن والأمان اللي احنا بنعيشها هنا في دولة الإمارات بتشجع المستثمرين بتشجع أصحاب الأعمال إن هم طبعا تعرف رأس المال جبان صحيح. أي حد بيحس إنه دولة الإمارات فيها أمن وأمان بيجي هنا والمستثمرين بيكملوا عشان نعمة الأمن والأمان اللي بتتمتع بيها دولة الإمارات العربية. أنا من خلال البرنامج المحترم بتاعك بتقدم برسالة شكر لسمو الشيخ محمد بن زايد سمو الشيخ محمد بن راشد على ما قدموا ويقدموا لدولة الإمارات مواطنين ومقيمين صحيح. لأنه هنا ما فيش فرق بين مواطن ومقيم صحيح. ده اللي أنا حسيته هنا في الدولة من خلال 20 سنة وشهادتي هتبقى مجروحة ولكن ده الحقيقة ودي اللي أنا حاسس بيها. هما شخصين على المستوى المهني أخي وزميلي وصديقي المحامي علي حسون على المستوى الإنساني زوجتي رحاب يعقوب دي هي اللي كانت بتشجعني وهي اللي كانت واقفة في ظهري الحقيقة.